وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يلقونه سلام سلام. سلام
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى
بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فغشاها ما غشى فبأي ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة أزفت الآزفة. والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر أزفة أزفة. أزفة أزفة
أزفت الآزفة أزفت الآزفة والمختفكة أهوي فغشي ما غشي فبأي آلاء يا ربك تتمادى هذا نذير من النذر قولي أزفت أزفة بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.